Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, بالنسبة لا بوات ميرفي كيف ما وعدتكم انا نخدم معكم هذا العام كامل ان شاء الله. الدروس اللي ما كنتش خدمت يعني من قبل، انا ديجا خدمت كل شيء في الاناليز، ولكن دابا كنعطيكم انشاءات جداد. كندير مثلا تحليل اخر زايد على الشابيتر اللي كنت كنخدم، يعني كنزيد نتعمق فيه اكثر. كنعطيكم نموذج اخر من كيستيون ريبونس، يعني كتزيد انت حتى لما قريتي الشابيتر مزيان هذاك سؤال جواب كيخليك تزيد تفهمها، كنعطيها بالطريقه ديال الكو سي ام. مهم منهجيات جداد ان شاء الله غادي نخدمو معكم، اي حاجه غادي تلقاوها عندي في القناه. بالنسبه للبروديكسيون اللي غادي نشوفو اليوم على لا سوليداريتي، التضامن، هاد الموضوع ديال التضامن ماشي ديما كيمشي غير تكست ارغومونطاتيف يعني نص حجاجي، كيكون يعني يقدر يعطي لك على شكل يعني تكست ناراتيف تحكي على شي موقف شي حاجه شفتيها عشتيها. مي انا في وسط الفيديو غادي نشرح لكم وغادي نوريكم بزاف ديال الحاجات. الوغ نقراو بعد السوجي. لا سوليداريتي اي سيت فالور، يعني هاد التضامن هو داك لا فالور كي نو كوندوي ا اوفرير دو سوتيان. يعني هنايا السوجي هذا بعد السوجي بحال اللي كيعطيك حتى هو شنو هو التضامن، كتعطيك واحد الفالور اللي كينو كوندوي كتدفعنا اننا اوفخيغ نعطيو واحد لو سوتيا واحد الدعم. التضامن هي كدعم واحد الشخص كتضامن معاه، اي دو لاسيستونس المساعده ا توت انديفيدو يعني لاي شخص كي اون ايبروف لو بوزوان، اللي هو ايبروف لو بوزوان اللي كيكون هو كشعب لو بوزوان محتاج محتاج لو بوزوان، يعني كتجي نضامنو معاه كنساعدو. الوغ راكونتي اون اكسبيريونس، غتحكي دابا واحد التجربه او فوزافي ايتي تيموا اللي انت كنتي فيها يعني شاهد في التجربه هذه كنتي انت من داك الناس، دان جيست دو سوليداريتي تعاود لنا واحد الاكسبيريونس اللي عشتيها في وكان فيها شنو واحد الجيست ديال التضامن كي فوزا ماركي اللي بقيتي انت عاقل عليه وراه تخلك في الذهن ديالك. يعني في اي عام ممكن تكتب سنه تقول جو مي سوفيان كنتذكر، تقدر تبداو بهاد الافعال جو مي رابيل اي حاجه. الوغ في اي موضوع ممكن نبداو حنا بالانتروديكسيون مقدمه، وهداك لو تام برينسيبال اللي كيكون عندنا كنديروا له التعريف، يعني واحد المواضيع اللي كتشوفهم كيتحطوا في الجهوي بزاف شنو ديروا عاد شو تحفظوهم، مثلا بحال لا سوليتود لو ترافاي لو بير اي حاجه اللي هما كيتعاودوا في لابواتي ميرفي نعطيهم لكم كلهم فيديو واحد ندير لكم التعريف ديالهم، يعني تقدر تمشي انت موجد التعريف ديالهم. كاين بعض الحاجه ما كتكونش متوقعه يعني ما حافظتش التعريف ديالها، كيكون عندك واحد المنهجيه اللي كتقدر تمشي لك مع بزاف ديال الانشاءات فهمتي، يعني كتكون انت غادي يا اما حافظ تعريف يا اما حافظ مقدمه كتمشي مع بزاف وداك الساعه انت عينك ميزانك. الوغ شوفوا معايا هنا هذا التعريف، لا سوليداريتي اي ان برينسيپ دو فراترنيتي، يعني مبدا ديال الاخوه كي في اون سورت كا شاك فوا، يعني شنو هو هذه ان في شاك فوا في كل مره نو سوم كو نو سوم فرابي باغ مالور، يعني تضامن اي انسان اللي كيتقاس كيوقع له شي مالور شي اذى شي حاجه في حياته، و كوني فاس ان بروبليم ولا ملي كنكونوا هكا فاس مع شي مشكل عندنا شي مشكل طرات شي حاجه لونسومبل دو لا سوسيتي. هذا هو التعريف ديال التضامن، يعني ملي كيقيسك شي اذى شي حاجه شي مشكل هذاك لا سوسيتي يعني المجموعه اللي انت فيها كاع الناس فيان نو زوفخيغ سون اسيستونس، يعني كيجي وكيعطيونا اوفخيغ يعني دوني كيعطيونا المساعده ديالهم اي سون سوتيان والدعم ديالهم. اذا هذا كتعريف كتبدا فيه واخا يكون تكست نيجاتيف ماشي ضروري ارغومونطاتيف، ولكن تقدر تخدم به هذا النيت حتى في تكست ارغومونطاتيف هذا التعريف. ان جور، اذا دابا غادي نحكي انايا غادي نعاود على نقدر نبدا بجو مو سوفيان كنذكر النهار اللي وقع فيه كذا وكذا جو مو رابيل. اذا تزدو بهاد الافعال ولا تكتب ان جور نيشان، تقدر تحدد لنا المكان تحدد لنا الزمان في بالضبط شنو، ولا تهضر هكا نيشان ان جور واحد النهار. اذا كنعرف بعدا بالاحداث ان جو دون لو كارتي، انا حددت المكان او جابيت يعني عطيت المكان ماشي نهضر عشوائي. سو برودويزي يعني وقع ان ايفينمون مالوغو، يعني في الكارتي اللي انا كنسكن فيه وقع واحد الحدث اللي هو مالوغو حزين تريست اون فامي بوفر. غنعرف بشنو هاد الحدث ثاني حاجه مباشره كنقول شنو هاد الحاجه اللي وقعت. اون فامي بوفر ا بيردو لو بير، يعني نقول شنو هو الحدث وعاد نقول فين كان التضامن وشنو داروا الناس باش تسمو تضامنوا. الوغ اون فامي بوفر ا بيردو لو بير، يعني مات ليهم واحد العائله فقيره ما فحالهمش مات ليهم الاب ديالهم. تو لي فوازان اونتوغير لا فامي دو ديفان، اذا الجيران كاملين داروا بهذيك العائله يعني ما خلاوهمش بوحدهم اونتوغير يعني كانوا محيطا بهم عاونوهم. سيت ديرنيير نافي با دو كوا بيي لي فري، يعني هاد العائله دي ما عندهاش باش تخلص لي فري يعني الفلوس ديال لونتيرمون ديال الدفن.
Alors, on a décidé de faire des cotisations et d'un avec le gérant Kamlin des cotisations en Isamou pour venir en aide باش يعاونوا هاد لا فامي هادي. Alors, هنايا بغيت نقول لكم شوفوا معايا انا هاد الموضوع ديال لا سوليداريتي فايت دايره ولكن دايره بطريقه مختلفه. شفتوا يعني شفتوا السوجي يعني كيهضر على حاجات اخرين كطرحوا اسئله ماشي على شكل تكست ناراتيف فيه دابور في يعني داكشي ارغومونطاتيف حتى تدخلوا تكتبوا العنوان غيخرج لكم. بالنسبه لابوتا ميرفي يعني قبل دابا هادشي قبل ما نكمل راه مازال ما كملناش مازال ما كملتش لكم السوجي الانشاء غير غنوريكم معلومات ونرجعوا نكملوا. بالنسبه لابوتا ميرفي تكتبوا بلاي ليست اللي داير العتاب الحمر لابوتا ميرفي هما يخرج لكم كاع الفيديوهات انا دايره 70 فيديو اللي عندهم علاقه كاع بالدروس ديال السيزيام يعني لاناليز ديال كل شابيتر التحليل ديالو لونغ قواعدها انت الا دخلتي وركتي في داك البلاي ليست غيخرجوا لك هادو يعني راه حاطهم انا بالترتيب كل شابيتر كنقرا كنشرحوا الكلمات الفيديو الثاني كندير له التحليل ديالو كيستيون ريبونس. المهم اعتبرتوا غتلقاو بزاف ديال الحاجات اللي هما غادي يفيدوكم في لابوتا ميرفي اللي غتمشيو امتحان كطيروا فيها ما تلقاوش مشكل. وعاد مازال هادشي العام اللي فات راه ماشي عامين دابا ولا سنين باش حاطه هادشي كل عام كنعطي جديد يعني عاوتاني حتى هاد العام ما نعطيش حاجه جديده. ولا تكتبوا بلاي ليست الانشاءات لابوتا ميرفي الانشاءات دايرهم بوحدهم غيخرجوا لكم عاوتاني كاع الانشاءات اللي انا خدمه هنايا تسعود ومازال شي وحده ما حطيتهمش في هاد لا ليست هادي. اذا نكملوا دابا السوجي تو الموند بارتيسيبي يعني كلشي شارك عاونهم افيك يعني كي افيك سون ارجون كاين اللي عاون بالفلوس كي افيك دو ترافاي واللي كينعاون بالخدمه دفن هذا من الزاده جيب هذه جيب الطبالي يعني كيعاونوا كلشي ضامن. لي فينيراي سو سون باسي دون لي ميور كونديسيون صافي داك المراسم ديال الدفن داكشي كلشي داز بظروف جيده اي لا فامي سوتوني ايتي تري ريكونيسانت وداك الفامي المدعومه اللي دعموها كانت يعني شاكره هذا الجميل هذا اللي داروا فيها اي تري توشي بار لو جيست دي فوازان يعني متاثره بهذا لو جيست التصرف ديال الفوازان اللي داروه معاها مزيان يعني هذا الشيء اللي داروه مزيان. دونك انت في الاول كدير التعريف التعريف ديال هذا الشيء ومن بعد من كنديروا التعريف كنقول يعني التعريف ديال السوليداريتي كتقول انت فين ساكن فين هذه وكتحدد لينا شنو هو التضامن فين كان وشي واحد مات وشي واحد طرات شي حاجه كخصو فلوس يعني كتحدد لينا وشنو درتو. الوغ بالنسبه لابوتا ميرفي هنا الا دخلتوا هذه ديال الانشاءات حليت هذاك لا ليست ديال الانشاءات الا دخلتوا هنا غتلقاو الانشاءات يعني ديال كل شابيتر يعني كان الانشاء عنده علاقه بالبرومي شابيتر كنكتب شابيتر 1 وبعد مره البرومي شابيتر ما فيهش غير انشاء واحد اللي هو لا سوليتود مثلا كذا كاين على لونفونس كاين على بزاف ديال الحاجات كاين ممكن تهضر على لو باموغ على اي حاجه. اذا هذوك كاع لي تيم اللي هما برينسيبو في البرومي شابيتر انا دايرهم كانشاء واللي مازال ما درتوش عاوتاني كنعطي هاد العام يعني كل عام كنعطي حاجات كنبقى خدامه العام كامل كنعطي كنعطي من عند دخول نتا لابوتا ميرفي ولا تدخل البلاي ليست عندي غادي تلقى المواضيع كلهم يعني كاع اللي ممكن تحط. عاد دايره بلاي ليست اخرى فيها التصحيح ديال الجهويات خدم معكم تصحيح الجهويات وغادي نقاد لكم وحده يعني داير داكشي ولكن ما مثلا ما منظمش غنحاول ننظم لكم اللي فيهم امتحانات امتحانات ديال الدوره الاولى اللي عندهم علاقه بلابوتا ميرفي ديجا راني حاطه لكم امتحانات راه تلقاوهم بلاي ليست ديال الامتحانات وغير في شهر 10 يسال هذا الشهر هذا غادي نعطيكم بزاف د الامتحانات يعني كاع بالنسبه لو بروميي شابيتر مثلا راه ماشي عيط كاين فيها امتحان واحد راه الا هز لك فقره من الوسط فيها امتحان الا عطاك من الفقره من الاخره ديال بروميي شابيتر فيها ثاني امتحان اخر يعني غنحاول نعطيكم انا امتحان في البروميي شابيتر كاع لي زيكستري وندوزو للدوزيام شابيتر عاوتاني نديرو امتحان في كاع لي زيكستري وهي غادا بحال هكا يعني باش ما يكونش عندكم كاع مشكل في حتى شي حاجه.